هنا هذه القمة مرتقبة مهمة جدا، لأن الحديث حول أنها سوف تكون أو تدشن عصرا جديدا للمصالحة الوطنية والوحدة من بين الكوريتين، وأيضا تزيل الخلافات المستمرة عبر حوالي 7 عقود ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية. هنا لو تحدثنا في البداية عن نبذة حول الخلافات التاريخية المستمرة ما بين أمريكا وكوريا الشمالية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرتم، فالخلافات ما بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية تمتد ل7 عقود، وتحديدا منذ عام 1950، وهي بداية الحرب الكورية. نعلم بعد الحرب، أولا كوريا كانت تخضع للاحتلال الياباني منذ عام 1910، جاءت الحرب العالمية الثانية، وكما نعلم بعد هزيمة اليابان في تلك الحرب قسمت الكوريتين إلى كوريا الشمالية تتجه إلى الاتحاد السوفيتي السابق، وكوريا الجنوبية ممولة أو داعمة لها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الفترة 1950 كانت تمثل كما نعلم أوج الحرب الباردة ما بين القطبين الأمريكي والاتحاد السوفيتي. هذه الحرب استمرت 3 سنوات، تحديدا 37 شهرا. الحرب جاءت بكم دمار كبير على الدولتين، قرابة 5 مليون من القتلى ما بين الفريقين. الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا فقدت في تلك الحرب قرابة 40,000 قتيل وقرابة 100,000 جريح. وبالتالي هذه الأرقام الآن تجعل ذلك نوع من التذكرة للولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تريد أن تخوض حربا بهذه الحرب مرة أخرى، خاصة يعني كما ذكرنا منذ 7 عقود هذا كم القتلى للأمريكان في هذه الحرب. فما بالنا اليوم وأصبحت كوريا الشمالية تعتبر ثالث قوة على مستوى العالم في امتلاكها لأسلحة كيماوية، هي القوة الأولى على مستوى العالم في أسطولها البحري. وبالتالي خلال هذه العقود تقدمت بالفعل كثيرا كوريا الشمالية. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن يكون هناك صداما مسلحا ما بينها وما بين كوريا الجنوبية. الوضع الآن أمثل بأن بما يمكن أن نصطلح عليه ما أشبه الليلة بالبارحة، بمعنى أنها بالفعل حرب باردة جديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كوريا الشمالية.